بدر مين طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل الله جليل إنني أمدح جمالك ما على المدح جناحي إنني أمدح جمالك ما على المدح جناحي الله جليل الله جليل الله جليل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة نبي الله إبراهيم. فالله وصف الكافرين قال الذين يستحبون ويفضلون ويؤثرون ويتعشقون بالحياة الدنيا بدلا عن الحياة الآخرة. يعرف حياة الجسد أما بعد انطلاق الروح من قفص جسدها وتحررها من سجنها إلى عالم السماء العالم اللانهائي الذي نعيمه لا تحيط به العقول ولا الأفكار. فالذي يستحب الحياة الدنيا على الآخرة هذه بيستحب التبن على البقلاوة. هذا دليل أنه بيفهم لما ما بيفهم واللي بيفضل أنه يلبس جلال الحمير وسرج الدواب على الطقوم الإنسانية. هذا دليل في عقل إنساني لما حيواني. والذين يستحبون الحياة الدنيا كل شيء بده لدنيا، الأكل الطيب واللباس الفاخر والمسكن العظيم والمركوب الفاره والمجد والذهب والفضة، ويؤثرها على آخرته على دينه على رضاء ربه. أما إذا طلبها وصار غني وصار عزيز وصار كريم وصار ملك ولكن يفضل دينه على دنياه وآخرته على دنياه ما في مانع أن يجمع الله للإنسان الدين والدنيا. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. أما أن تفضل الدنيا على الآخرة وتكون هي المقدمة والآخرة مؤخرة أو محذوفة ومعدومة من فكرك ومن عملك ومن حياتك ومن غناك ومن حكمك وسلطانك فالويل لك، لأنك فيك علامة الكفر وأولى العلامات الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ولو صام ولو صلى ولو زعم أنه من المسلمين. فادعاؤه للإسلام مع فقد صفات المسلم وفقد حقيقة الإسلام بعلومه وأعماله الصالحة فهذا معنى ذلك أنه منافق وأن حياته حياة المنافقين. أقل من ذلك النبي قال ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المسلمين من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. إذا تكذب تخلف الوعد تخون الودائع والأمانات
النبي عم يقول لك ما لك مسلم، أنت منافق والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. فكيف إذا كنت تستحب الحياة الدنيا على الآخرة؟ في الصلاة ما بتصلي، بالقهوة، بالسينما، بالسهرة، بالحفلة، زكاة ما بتزكي، بلا زكاة بلا شيء، صوم ما بتصوم بشان صحته، فبيرضي الناس ولو على حساب غضب الله. هذا مؤمن، هي مسلمة، هي ما شامة من الإسلام ولا رائحة. ليش؟ مين أستاذة في الإسلام؟ أستاذة بالابتدائي إلى أستاذ، بالإعدادي إلى أستاذ، بالثانوي والجامعي إلى أستاذ، بالخياطة والتطريز إلى أستاذ. أنت في صنعتك، في حرفتك إلك أستاذ. مين أستاذك في الإسلام؟ من علمك علومه؟ من رباك تربيته؟ من هذبك تهذيبه؟ من بناك من مواد القرآن وسنة رسول الله؟ ما لك أستاذ، ما لك مربي، ما صار لك مدرسة إسلامية، فمن أين يأتيك الإسلام؟ ولم تعرف مدرسته ولا أساتذته ولا مرشديه، بعدين إسلام؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. إذا صلاة الجماعة برد ما بيجي على صلاة الجماعة. ليش؟ يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. مجلس علم ما بيجي، مشغول بالدكان. ليش؟ يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. بيعصي الله ولا يبالي بغضب الله، حياء من فلان أو خوفا من فلان. ليش؟ يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. لا يذكرون الله لا قليلا ولا كثيرا، انشغالا إما بدنياهم أو ببطالتهم أو بلغوهم أو بآثامهم. سبب؟ يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، بآسى صحبة البطالين والجاهلين وفضول ولغو المجالس والكلام على مجالس العلم والحكمة والقرآن والإيمان. شو السبب؟ يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. وليستحبون وويل للكافرين من عذاب شديد. نحن عم نقرأ القرآن وعم نسمع القرآن، والقرآن يحكم علينا بالهلاك والعذاب والإعدام، ولا نفقه ما نقول ولا نفقه ما نسمع. ليش؟ بسبب موت القلوب، وموتها بسبب غفلتها عن الله، وغفلتها عن الله بسبب فقدها لأطباء القلوب وللمرشدين العارفين بالله. قل لي من تجالس، وقل لي من تعشق ومن تحب، وأنا أقول لك من أنت. أنا يا أبني من حين ما عرفت الشيخ ما فاتني مجلس من مجالسه، لا في الليل ولا في النهار، لا في مرض ولا في صحة. مرة كنت جاي من الحج من طريق البحر 7 أيام، يشهد الله، وصلت لي هنا ليلة الجمعة وأرى بعيني أن الدنيا كلها تدور بي مثل علامة الدويخة. صار مجلس الشيخ ليلة الجمعة، يعني أنا قاعد بالبيت والدنيا عم تدور، حالا بصل. والله ما استطعت إني أقعد في البيت، قلت خليني دايخ في البيت وكمان خليني أكون دايخ في الجامع، شو بصير؟ من جمعتين مساء الثلاثة درس دنجز، يشهد الله لو الطبيب رآني يمنعني منعا باتا عن حضور الدرس. قلت أنا في البيت موجوع وخليني كمان في سبيل الله موجوع. نزلت وأنا أعلم علما طبيا وصحيا أنه ما بجوز أني أنزل. نزلت والله لما وصلت إلى باب الجامع ذهب الوجع، وفي الدرس ذهب الوجع، وخلص الدرس ذهب، ورجعت إلى البيت بلا وجع. ابني الله يرزقنا اليقين بالله، الصدق مع الله، الإخلاص لله،
صحبة العارفين بالله. لما طنجرة الحليب بصاحبها معلقتين لبن شو بيصير بالحليبات؟ كلهم بيتروبوا. ولما برادها الأد بيكون مي، لكن مي حميانة بحرارة الحب، بنحط لها شوية شاي، المياه شو بيصير اسمهن؟ اسمهن مية فيجر، اما مية زمزم، شو بيصير اسمهن؟ شاي ولونهن، شاي وطعمتهن، شاي والاسم، هاي بركة الصحبة. فصاحب تقيا، الصحبة ما الجسدية، الصحبة القلبية بالصدق والإخلاص والمتابعة والارتباط. وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. فصاحب تقيا عالما تنتفع به، فصحبة أهل الخير ترجى وتطلب. وإياك والفساق، هل فسق عن أمر الله وخرج وابتعد؟ لا تصحبنهم فقربهم يعدي. وهذا مجرب، كما قيل طين لاصق، إذا مشيت بأرض طين بده يلزق بإجريك، أو مؤثر كذا دود مرج خضرة منه يكسب. يا بتأثر في أرض الطين، إجراك بتم أثرها ظاهر، أو الطين بيلزق فيك. ودود المرج لأنه في مرج أخضر بصير لونه كمان، الدودة بصير لونها لون، لون مكانها ولون غذائها. فالله يرزقنا صحبة أحباب الله ويرزقنا معرفتهم. في ناس صاحبوا النبي ولم يعرفوه، جالس النبي واستمعوا حكمه وظهرت أنواره، ولكن طمس الله على قلوبهم وبصائرهم وأبصارهم فهم لا يبصرون وهم لا يعقلون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. وويل، شو يعني ويل؟ هل آكل ودمار وشقاء وتعاسى للكافرين. من إيش؟ قد من عذاب شديد في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا وفي الآخرة. قال إيش علامات الكافرين اللي لهم هذا التهديد الإلهي والوعيد الرباني؟ قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. فشوف أنت قلبك، فكرك، ميولك، طالب من حياتك ووجودك الدنيا أو الآخرة؟ لا بدنا اثنين، لكن إذا إجت الدنيا أو الآخرة أنا بتفضل. إذا الدنيا قالت لك نادتك والآخرة نادتك، تستجيب لأيهما؟ إذا كنت مؤمن تقدم نداء الآخرة والاستجابة إليه على نداء الدنيا والاستجابة إليها. ومن ترك شيئا لله، وإذا ترك الدنيا لرضا مولاك ولتحقيق أخرى، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. بدأ صدق مع الله. يعني أحد أصحاب رسول الله في بعض الغزوات لما قسمت الغنائم وقدمت حصته من الغنيمة، قال يا رسول الله ما تبعتك لأجل الغنيمة. رفض يأخذ الغنيمة. قال تبعتك لأجل أن يأتيني سهم هاهنا، يجي شي سهم بجوزة حلقه فأستشهد فأدخل الجنة. مرضي هذا ما عم يستحب يفضل، هذا طلق الدنيا ابنه. شو بده؟ بده بس ايش؟ الآخرة. شو الثمن؟ يدفع روحه، يبذل دمه لإعلاء كلمة الله. هذول يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. لما يستحبون الآخرة ما يفضلون، يؤسرون. في معركة ثانية انتهت المعركة، النبي سأل عنه ما وجدوا، التمسوه في القتلى وإذا به مستشهد، وإذا ما في جسمه كله في جراحة إلا سهم في حلقه كان سبب استشهاده. فأخبروا النبي بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لما حكى كلمته الأولى
قال هيك بتمنى؟ قال له إن تصدق الله يصدقك. فبالمعركة الثانية لما حصل له ما تمنى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صدق الله فصدقه الله. هذول المؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أول صفة، أول حجر في أساس في بناء الإسلام والإيمان حياة القلب بذكر الله. ومن لا يذكر، فضلا أنه يذكر قليلا، هي صفة المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، أما صفة المؤمنين هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وبيذكر في مدرسة الذكر مع أستاذ الذكر حتى ينقلب من ذاكر إلى مذكور. مثل ما هو بيسحب ورده بيذكر الله، الله كما بيسحب ورده بصير بذكره. لكان الله قال اذكروني إيش أذكركم. فما أعظم وما أجل وأقدس أن تكون مذكورا باسمك عند الله في الملأ الأعلى. الله يقول في الحديث القدسي، الله من يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ يعني في جماعة ذكرته في ملأ خير من ملأ. فما أعظم وما أجل أن يذكر اسمك في السماوات العلى وفي العرش الأعلى. مكان يا ابني، وهذا اللي بده يرفع، ورفعنا لك ذكرك الذي. وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. كمان إذا شاف واحد بده يؤمن بده يروح إلى مجلس العلم إلى العارفين بالله، بصد الناس إما بالقوة وإما بالكذب وإما بالإفك وإما بالافتراء وإما بالذم وإما بالطعن وإما بالوقيعة وإما بالغيبة وإما بالنميمة وإما بالحروب. عملوا حروب الجاهليون من العرب ليصدوا الناس عن سبيل الله، وفي منهم بالدعايات الباطلة والدسائس والافتراءات. هذا من صفة الكفر، وهذا مما يستوجب العذاب على من يحمل هذه الصفات، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المسلمين. إذا رأى شاب عم يروح إلى مجلس العلم، لما كان يشوفه يروح إلى السينمات وإلى الأفلام ومجالس اللهو والإسم، ما كان يتور على دينه وما كان يتحمس ويغار على الإسلام وعلى العلم والتقوى. لما رآه راح إلى مدرسة العلم والحكمة والإيمان سار عليه دينه الشيطان ودينه الأناني والقبلي والحزبي، فبده بأي شكل من الأشكال يصده ويمنعه عن موارد الخير والحكمة والعلم والنور والهدى، وما بيعرف أنه عم ينطبق عليه. وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. لك صفة الكفار، صفة الملاحدة، صفة المستعمرين. يقول فليكن صفاتك صفاتهم. بعدين في عذاب شديد، قلبه أطرش، عينه عمياء، لا ترى صراط الله ولا تسمع كلام الله ولا تبصر هدي الله. طبع الله على قلوبهم فهم لا يعقلون. قال ويبغونها عوجا. كما سبيل الله هي مستقيمة، يقول لك لا هي رجعية. دين الله العارفين بالله، يقول لك لا هذا ما هو عالم، هذا جاهل، وهذا كذا وهذا كذا، يتكلم بغير الواقع
ويكذب بالصدق ويحارب العلم ويصف الهدى بالضلال والسعادة بالشقاء، قال هي صفة كفر. فإذا كانوا كذلك بحمل الصفات الثلاث فالويل لهم والحكم عليهم، قال أولئك في ضلال بعيد. شلون إذا واحد كان ماشي على الطريق يصل إلى البلد التي يريد، وإذا ضل وضاع عن الطريق مسافة كيلومتر يمكن يرجع، شوف له سيارة، شوف له قافلة، يرجع إلى الطريق. أما إذا ضل عن الطريق ضلال بعيد، بعد عن الطريق شيء 100 كيلومتر 500 كيلومتر، هذا يمكن لا يرجى له هداية بعد ذلك الضلال، بعد قلبه عن حب الهداة الدعاة إلى الله، بعد قلبه عن حب العلم والحكمة، بعد قلبه عن حب الله وذكره والدار الآخرة، فالويل لهم لأنهم في ضلال بعيد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا هادين مهديين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاعلم أنه لا إله من كانت هذه التهليلة بسببها وعلى نيتها آنسها الله ورحمها الله وعوضها الله الجنة، اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر، واغفر اللهم لها كل صغيرة وكل كبيرة وكل جليلة وكل حقيرة، ولوالدينا مثل ومشايخنا وأحبابنا وأخواننا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.